بالنسبة لي أيمن أشرف، والحديث دائما وفي التقارير كثيرة أنه في مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك، هل هذا الحديث صحيح أم خاطئ؟ لا لا لا، غير صحيح. احنا أيمن كان يعني شغلنا كله متوجه خارج مصر، وموضوع أيمن إن شاء الله نهاية الموسم نتكلم فيه باستفاضة. يعني أنا متفقين أنا واللاعب ما كانتش فيه رسالة، لكن أنا شغلنا كله متوجه خارج مصر. لا، دي معلومة كافية يعني، أنا متفاهم. والطبيعي إنك ما تتكلمش عن حاجة ليها تخص أيمن أشرف، هو الموسم بتاع الأهلي لسه شغال، بس أنت دلوقتي وضحت توضيح مهم إن أنت شغال لأيمن أشرف خارج مصر فقط، ما فيش في مصر خالص. تمام، ده ينطبق على رامي ربيعة برضو. بالظبط يا فندم، رامي ربيعة خارج مصر برضو مش في مصر. بالظبط بالظبط، الاتنين زي بعض، وإن شاء الله خير. يعني أنا ما أعرفش إيه اللي هيحصل في نهاية الموسم بإذن الله. بالتأكيد.